طب سيادة اللواء، ما هو برضه على الجانب الآخر الناس بتسأل، هل في لجان تفتيشية من قبل الحماية المدنية والدفاع المدني على هذه المنشآت واتباعها للنظام والاشتراطات الأمنية أو اللازمة؟ تمام. في لجان في تفتيشية عشان ما نروحش لمثل هذه الكوارث؟ في يا فندم في لجان بتنزل. احنا كنا بنعمل تفتيش أو مرورات دورية، بنعمل محاضر، بنخطر المحافظة أو الجهات المعنية في الحكم المحلي، بنخطر النيابة العامة، يعني كنا بنعمل يعني أو بمعنى أصح عملنا محاضر كتيرة جدا. ولكن ما هي العقوبة؟ العقوبة بسيطة، غرامة. طب هو حضرتك قلت فيها عشوائية، يعني هل لما بيتعمل محضر وبينزل الحماية المدنية أو الدفاع المدني بتعمل تقرير بالموضوع وتخطر النيابة العامة وتخطر رؤساء الأحياء، هل ده بيعتبر تقصير من المحليات ورؤساء الأحياء في إن هم ينفذوا قرار الحماية المدنية بإزالة هذه المخالفات علشان ما يحصلش مثل هذه الكوارث؟ الموضوع مش بالبساطة اللي حضرتك الكل ممكن يفهمها بالصورة دي. أولاً دي الأماكن دي النهاردة هي مركز للثروات وثقل يعني اقتصادي جبار. أنا معاك إن إحنا بنهدر تلك الثروات أو هذا الاقتصاد، ولكن خلينا نقول الرادع هنا هو القانون. طيب القانون يعني احنا لما بنطلب الغلق بنطلب فصل المرافق بتيجي الابعاد السياسيه او الابعاد العامه للوضع ايه. المحافظه مش هتقدر تغلق، مش هيقدروا يخشوا في مشاكل جانبيه اخرى. القانون في النهايه هو اللي هيطبق فياخد غرام، خلاص انتهى الامر على كده. وإن تم الغلق، ودي بتحصل كتير، الغلق الإداري حتى غلق بالشمع أوقات كتيرة بقرار من النيابة كمان بيزال الشمع. طب بيزال الشمع ويفتح النشاط تاني، طب غرامة إزالة الشمع إيه؟ 100 جنيه.